شكرا سيد الرئيس. في البداية أحبيت نعتذر إلى رئيس الكتلة سيد مولدي رياحي، ولكن الظرف اللي قاعدين نعيش فيه في البلاد ظرف صعيب، ونشكركم تفهمكم. La langue arabe que je suis en train d'apprendre est celle de la révolution. C'est celle de la colère. C'est celle des revendications. C'est le langage du cœur. هذه المداخلة متعلقة بالمنظومة الأمنية. سيد الوزير، أولا، في بدايتكم كوزير داخلية كان خطابكم خطاب يوفق بين إعادة الثقة إلى رجال الأمن وضرورات إصلاحات جذرية في ماكينة الداخلية، وخطاب يجسم الثقة بين المواطنين ورجال الأمن، وأظن أن هذا هو الموقف اللي كان مطلوب منكم خصوصا في مرحلة انتقالية. ثانيا، ولكن اليوم سيدي الوزير الثقة تفقدت، نفكركم بإيجاز المسلسل الأسود، منوبة، إمارات سجنان، بير علي بن خليفة، ضرب جرح الثورة ومعاتلين على العمل، مظاهرات 9 أبريل اللي مازلنا نستناو في نتائج لجنة رادس، سيدي بوزيد، العبدلية مع مصطلح جديد هو سلفيات اليسر، اليسر، وكرثة سفارات أمريكا والمدرسة، وفضيحة اليوم 17 سبتمبر والاغتصاب والتصريح نطق الرسمي. ثالثا، بالنسبة للتنظيم الداخلي للوزارات الداخلية، يبدو أن فما مشاكل كبار. بإيجاز الإصلاحات التنظيمية حسب المعايير الدولية يبدو أنه الموارد المادية ناقصة برشا، والأعوان يخدموا في ظروف صعبة، النقابات الأمنية يتضاربوا، يبدو أنه فما 3 كلانات في الوزراء، كلان تابع النهضة، كلان تابع الحكومة السابقة، وكلان تابع النظام السابق، وفما تضارب ما بين المجموعات 3. اليوم لكل هذه الأسباب فما أزمات ثقة، crise de confiance، وأنا متأسفة على خاطر الناس تقول اللي أنت بديت مهمتك مليح، خلينا نقدمه، شنو الحل؟ مناش باش نستناو لجنة تحقيق 9 أبريل، على خاطر كان اللجنة خدمت بجدية كان ممكن نتفاداو برشا مشاكل في لاشين دو كوموندمون قدام سفارة أمريكا. فبالتالي اقترح تنظيم les états généraux de la sécurité والا une conférence nationale sur la sécurité، فين تطرح كل هذه المسائل وناخذ قرار وطني للشعب التونسي ليسترجع ثقته في الامن وفي بلاده، ونكونوا نموذج في البلدان الغرب اللي بداوا يشكوا في ثورتنا. كان الكونفرنس ناسيونال تكون شفافة وفيها إرادة سياسية لمكافحة العنف، الشركات يتمنوا يرجعوا يساهموا في مكافحة الفقر في بلادنا اللي قامت عليها الثورة. قريب نكمل.
عملت الدوبل مش سيد الوزير باش نحي للتكتل برشا دقائق والله ديما تنحينا سيد الرئيس احنا ديما محقورين على غالب تفضل على غالب تفضل 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 كمل خامسا سيدي الوزير في 11 سبتمبر 2011 الامريكان قبلوا انهم في حرب حرب ضد الارهاب والسياسيين في امريكا حكاوا مع شعبهم وطرحوا عليهم ضرورات مكافحات الارهاب مهما كانت التكاليف شعبهم فهموا وتضمنوا مع صولات بلدانهم وخدموا الناس الكل اليد في اليد قبلوا اللي مينجموش يقبلوا لو ديزونور باش يربحوا الحرب على خاطر لو ريسك انه باش يكون عندهم لو ديزونور والحرب قبل ما ننسى في الكونفيرانس ناسيونال وزارة العدل تكون ممثلة كما يلزم على خاطر مش معقول اللي تشد منه يتسيب من غادي وشكراً.